السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوه الكرام مساء الخير عليكم. اليوم عندنا مرسيدس كما راكم تشوفوا. هاد لا فيديو سبيسيالمون للناس اللي عندهم لي فورغون اللي عندهم يدزو بلاريير كما راكم تشوفوا. هذا سبرينتر، هذا عنده بون اريير. شوفوا الاخوه الكرام، شوف لافويت اللي عنده راهي واضحه في الصوره. هذا عنده جوان سبي اللي هنا كلاطاس. درك يدخل الصيف باسكو السخانه، لي جوان سبي هادو ما يزيستوش سخانه بزاف، سيرتو كي تعود عند تخدم لا شارج بزاف، باسكو الضغط بوكلي يولي على البو اريير. كاين واحد البروبليم ثاني شايع في لي فيكو سبرينتر، مين تركب لي كاردون، شوفوا معايا مليح، واش ننصحكم ديما غسلوا البو اريير باش اون سي جامي يكون يكلاطي لك جوان سبي، ولا تكون عندك فويت في البو اريير تشوفو، سينو راه يكولي لك البون، وكيما على بالكم البون شحال يسوى. شوفوا هادي لافويت، هذا لازم درك يبدل جوان سبي هنا ورو المو اريير ليزونسيال. اخوة الكرام، ايا بارك الله فيكم واعطيكم الصحة وفي الامان.